السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني وأخواتي، السلام عليكم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، نتوما وأهاليكم وكل ما عز عليكم في هذه الحياة. إخواني وأخواتي، اليوم غادي نتطرق لواحد الموضوع اللي هو مهم. هذا الموضوع مهم بزاف. علاش؟ لأنه كيتعلق بالشباب ديالنا وكيتعلق بالجيل اللي كنتظروا منه الكثير وكنتظروا منه الخير ان شاء الله في المستقبل. هذا الجيل اللي معولين عليه كاملين بينا، واللي الدوله معوله عليه، وحنا كمواطنين كذلك. الجيل ديال الشباب، وحنا الدوله ديالنا الحمد لله غنيه بالشباب ديالها. ولكن هذا الفيديو هذه بغيت نبين شنو هو، يعني شنو بعض الشباب كيفاش كيفكروا، ولا فين كيمشيو، الاتجاه ديالهم، الاتجاهات ديالهم اللي هي ما كتكون ما عندها حتى شي، يعني ما عندها حتى شي قيمه مضافه على السيروره ديال الوطن ديالنا، ولا ديال الشعب ديالنا، ديال المواطنين، ولا والو. مثلا اليوم غادي نعطيكم مثل ديال بعض الشباب اللي هما دخلوا لواحد، يعني لواحد الميدان اللي ما كيتعلم، ما كيفيدنا بوالو وما كيفيد حتى شي حاجه، وهما كيتنافسوا فيه عوض ان يتنافسوا على الدراسات، ويتنافسوا على النقط العليا، ويتنافسوا على المعرفه، ويتنافسوا على الدراسه ديالهم، ويعني يكونوا في هاد المسائل اللي هي غادي تهمنا وتهم بلادنا مستقبلا. ولكن هاد النوع اللي غادي نبين لكم اليوم مشاو كيتنافسوا في مسائل نسوانيه، مسائل ماشي ديال الرجاله. الا كانت عند ديال الرجاله فعند شي دول اخرى، فديك الدول عندها ديانات اخرى وعندها طريقه ديال العيش اخرى، فبالتالي ممكن ليناش حنا غادي نتبعوها ونديرو بحالها، بحال اللي كيديرو هاد الشباب. هاد الشباب تبعوا الميدان ديال قلك تا هما كيديروا مسابقه ديال ملك الجمال على شاكله ملكه الجمال اللي كيديروا النسوه. تا هما دابا ولاو كيديروا مسابقه ديال ملك الجمال. هنا يعني كنفكروا مزيان، كنجبروا اش غادي، باش غادي يفيدنا، باش غادي يفيد الوطن، باش غادي يفيد المواطنين، وباش غادي يفيدونا بحتى شي حاجه. ولكن شوفوا على افكار كيحملوا في روسهم وفين اتجهوا. غادي نبين لكم واحد الطرف ديال واحد لا فيديو، وغادي تشوفوا نتوما بعينيكم كل شيء ولكم الحكم. هانتوما عباد الله، هانتوما شفتو كيعرضو حتى الأجسام ديالهم عارية، وكيعرضو كل شي، يعني ما شاء الله وصافي. Le premier représentant de l'Orient fait la compétition internationale de Man of the World, ou le deuxième représentant de l'Orient fait la compétition internationale qui est la plus prestigieuse des concours, les dates 1980, ou les cannes le Maghreb d'Af 2008, mais malheureusement, tu as ma marche de le milieu de ce domaine. لان ما عندنا ما نديرو بهذا الدومين هذا اللي كتقول انت المغاربه ما عارفينوش، لان ما عندهم ما يديروه به. الدومين ما كيجيش لا مع اعراف ديالنا، ولا مع التقاليد، ولا مع الديانه ديالنا، ولا مع حتى
حتى شي حاجة، حتى مع لي برانسيب ديالنا ما كيجيش. وكتقول انت بأن المغاربة ما عارفينش هاد الدومين، ما بغيناش حنا نعرفو هاد الدومين هذا سيدي، هاد الدومين اللي فيه هاد الفضايح اللي نتوما كديرو فيه، ما بغيناش نعرفوه. حتى الوقفة خصو لا بدا ما يحل يديه ويهز يديه لهاد الجهة ويدير وكيبين راسو يعني هو ملك الجمال. إذن هنا كنشوفوا بأن بحال اللي قلتكم إخواني وأخواتي، شفتوا هاد الشباب هادو واش منو تبعوا، واش مشاو كيديروا يعني، واتجاه اللي شدوا، اتجاه اللي بحال اللي قلتكم ما فيه لا نفع للدولة ديالنا ولا للمواطنين، وما عندو باش ينفعنا. هذا حتى ولا نفع غادي ينفع راسو، وحنا ما كنهضروش هنا على النفع، على انديفيديو ديال النفع الشخصي. حنا اي واحد خصو يكون كينفع الوطن بعدا دابور، ينفع يكون كيفكر في باش ينفع بلادو ويزيد بلادو القدام. علاش قلت لهاد الناس انا لو كان يتنافسوا في القرايه، يتنافسوا في المعرفه، يتنافسوا في العلوم، يتنافسوا في الاختراعات والاكتشافات، عطا الله فاش يتنافسوا مسائل اللي هي مهمه واللي يمكن ليها تعطينا بحال اللي قلنا قيمه مضافه لبلادنا. ما هذا الشيء هذا شنو غادي ننتفعوا منو حنا؟ وعاد غادي يزيدوا يبليو ناس اخرين، غادي يبليو شباب اخرون يتبلاو بهذا الشيء هذا، وهذيك هي الطامه الكبرى، غادي يبليو ناس اخرون، غادي يبليو ناس اخرين وشباب اخرين غادي يشوفوا هذا الشيء ويدخلهم راسهم يوليو كيتبعوا هذا الشيء هذا، ويخليو القرايه ويخليو المسائل ويخليو كل شيء. هادو المخير فيهم تشدو تجلسو الطابل تسقسيه دير معاه حوارات، واخا غير الثقافه العامه تلقاه غير غير قادر، وكتلقاه ما حتى في المدرسه حتى في الدراسه ديالو تلقاه يعني غير مؤهل، ما كيكونش عنده نقاط عليا، ما كيكونش لان عقله خاوي، عقله ماشي مع الخوه، عقله ديجا شد واحد الاتجاه عوج، حتى عقله كيولي يفكر داك الاتجاه وكيمشي في داك الاتجاه، هنا كيهرس حتى السيروره ديالو ديال الحياه، ما كيبقى عنده لا سيروره مهنيه ولا حتى شي حاجه. اذا حنا في غنى عن هاد الشيء هذا، وما بغيناش يتنشر في بلادنا، وكنتمنى وكنظن بان الناس غادي يكونوا متفقين معايا على هاد القضيه هادي، وعلقوا يقولوا هادي في لي كومونتير، راني كنشوفهم كاملين. وكنشكركم بزاف على ديك لي كومونتير ديالكم، لان كتشجع الانسان باش يحاول يجتهد ويدير احسن، ديما الاحسن، ديما نجتهدوا الاحسن. هاد الشيء هذا باش نعطيو محتوى، كل مره نعطيو محتوى يكون عنده معنى ويكون عنده يعني افاده وكيفيد الناس، هذا هو الهم ديالنا. اخواني واخواتي بلا ما نطولوا في هذا الموضوع، راكم فهمتوا المغزى منه وفهمتوا المعنى من هذا الفيديو، وكنتمنى الرساله تكون وصلت، وانتم ساعدوني بالتوصيل ديالها بالبارطاج. وكنتمنى الناس اللي بغاو يتابوناو عندنا فلاشين مرحبا بهم، نكبروا القناه ديالنا ونكبروا العائله ديالنا
حتى نبقاو نزيدو بحال اللي قلتكم، نجتهدو نديرو مسائل اخرى ونهضرو ونديرو محتويات مختلطه، علاش لا، نهضرو بزاف ديال المسائل، نهضرو في المشاكل اللي كيوقعوا فيها المواطنين، نهضرو في المسائل اللي عندنا، النقص اللي عندنا، نهضرو في البديل، ونهضرو في المسائل. هادشي اللي كنتمناه ان شاء الله، وهادشي اللي غنقول لكم اليوم. وكنشكركم بزاف بزاف على المشاهده ديال الفيديو، وديروا لنا واحد الجيم، ديروا واحد الجيم، راه ما كيخسر الانسان والو، غير كيكليكي عليها صافي. ولكن هي بالنسبه لينا راه تشجيع، تشجيع ودفعه الى الامام. شكرا، والى فرصه مقبله ان شاء الله.